سؤاله الأخير يا شيخ يقول: ما حكم من يتعمد إصابة الناس بالعين، وما الأشياء التي تقي من العين من الآيات والأحاديث؟ مأجورين. على من عنده هذه الصفة أن يدعو للناس إذا رأى ما يعجبه، ويدعو لهم بالبركة، وأن يدعو لهم أيضا بمزيد الخير، ولا يحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، بل يسأل الله من فضله أن يرزقه مثلهم. نعم.